أطلق منتدى شباب العالم والأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ورشة عمل واسعة النطاق لمناقشة مبادرتي التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ورشة العمل التي تستمر فعاليتها على مدار 3 أيام تهدف لإشراك الشباب بشكل هادف في رحلة التغيير. بهدف تفعيل شراكة بين القطاعين العام والخاص مع الشباب، نظم منتدى شباب العالم والأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ورشة عمل واسعة النطاق لمناقشة مبادرتي التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تستمر فعاليتها على مدار 3 أيام. الرسالة الرئيسية اليوم هي أننا نواجه تحديا كبيرا لمهارات وتطوير وإطلاق العنان لإمكانيات 28 مليون شاب مصري، ويتعلق الأمر باكتشاف الطرق التي يمكننا من خلالها العمل معا لتحقيق العمل التطوعي في القطاعين العام والخاص. بنحاول ان احنا ندمج الشباب في كل المبادرات التطوعية. دلوقتي بقى عندنا مبادرات رئاسية قومية، الشباب هو الدعم الرئيسي ليها، واكبر دليل على كده المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومؤسسة حياة كريمة، لانها اصلا بتقوم على الشباب. اليوم الاول شهد مشاركة العديد من المنظمات الدولية، كما شارك الشباب بمقترحاتهم بجانب مشاركة العديد من مبادرات التنمية، وقد جاءت نقاشات الشباب بردود أفعال إيجابية من خلال التفاعل مع المحاور التي تناولتها ورشة العمل. هي بتهتم إنها تركز على الشباب من سن صغيرة، من سن التعليم في المدارس، إن هم إزاي يحققوا منفعة تامة من التعليم اللي بياخدوه. كقطاع خاص وكقطاع حكومي ومؤسسات مجتمع مدني وقيادات مجتمعية مع المؤسسات الحكومية والشباب، ونعمل صيغة مشتركة أو رؤية جديدة نخرج بها بتوصيات فاعلة. أهم حاجة في الوركشوب دي إنها بتجمع كل الستيك هولدرز المختصين في مجال تطوير وتأهيل الشباب. إزاي يبقى فيه فولنتيرز أكتر، متطوعين أكتر عندنا في المؤسسة، بالتالي يكتسبوا خبرات. ورشة العمل تهدف لإشراك الشباب بشكل هادف في رحلة التغيير الإيجابية، بالإضافة إلى تكوين مجموعة عمل كبيرة تعمل في شكل فرق لمعالجة القضايا والفرص الرئيسية في وقت واحد، ومن خلال ذلك يمكن تطبيقه وتعميمه عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.